56. دشنت حرب عام 1956 لبداية الصراع والخلاف بين رفقاء السلاح والثورة، والصراع الذي كان كالبركان الخامد الذي ما لبث أن انفجر وثار، وكانت بدايته في مارس عام 1962 واستمر حتى عام 1967 أو عام الفتنة كما أسماه صلاح نصر. هل نحن نادمين على كل ما فعلناه؟ أبدا، لم نندم. يحكي صلاح نصر أن فشل الوحدة مع سوريا وانتهاءها عام 1961 وما تبعه من أحداث مثلت أولى حلقات الصدام بين الرئيس والمشير، وأن عبد الناصر منذ هذه اللحظة قد بدأ يفكر جدياً في تفتيت سلطات عبد الحكيم عامر. كانت أولى حلقات هذا الصدام عام 1962 حينما قرر عبد الناصر تشكيل مجلس رئاسي وأن تنقل لهذا المجلس صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة. هنا اضطر عبد الحكيم عامر إلى تقديم استقالته في الأول من ديسمبر عام 1962، ثم تبعه صلاح نصر بتقديم استقالته أيضاً في الرابع من ديسمبر من نفس العام. لقد قال البعض لعبد الناصر أنني أنا الذي حرضت عبد الحكيم على الاستقالة، وأنني أقوم بمراقبة تليفوناته وتليفونات أعضاء مجلس الثورة، وأنني أسجل لهم حياتهم الخاصة، مما جعل عبد الناصر يغضب ويقاطعني لمدة زادت على السنة. وكعادة عبد الناصر وعبد الحكيم كانت خلافاتهما تصل إلى الذروة، فإذا ما تقابلا تصافيا وسويت الخلافات، لكن يبدو أن النفوس لم تكن صافية تماما هذه المرة، فلقد جاءت الأحداث فيما بعد لتدلل على أن رواسب الماضي تفجرت لتخلق مأساة تاريخية. تشكيل المجلس الرئاسي هدفه تخليص صلاحيات عامر، لأنه عشان بدل ما تبقى القيادة منفردة، لا ده في مجلس رئاسي، لما يبقى عامر أحد أعضاء المجلس الرئاسي غير ما يبقى هو منفرد. ودي كانت حيلة جمال عبد الناصر علشان يضع عامر في مكانه الصحيح ويخرجه خارج القوات المسلحة، أو خارج أن هو يستطيع أن يصدر أوامر سيادية على الجيش. تفهم عبد الحكيم عامر ذلك، ولذلك رفض مسألة المجلس الرئاسي واختفى لمدة قليلة، ثم تمت المصالحة. للأسف يعني ليتها ما تمت، لأنه هذه المصالحة ستؤدي إلى استمرار عبد الحكيم واستمرار إدارته للجيش وكارثة 67.